نتعرف على ما يدور في هذا الشوط الخاص بالبكار المهجنات من مسافة 6 كيلومترات. نسير مع المقدمة، نسير مع الصدارة في هذه اللحظات، ونشاهد المقدمة هنا في صدارة الشوط التي تتواجد في مقدمة الشوط العنود على الصدارة هنا بشعار هجني العاصفة وحمد بن راشد بن حمد بن غدير في عملية التضمير. المركز الثاني بن ظبيان هناك لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوم، وعملية التضمير هنا مع حمد بن علي العويسي. المركز الثالث هنا الشايبة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، هنا سيف بن مبارك بن غويص الشايبة على ثالث المراكز لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، سيف بن مبارك بن غويث على ثالث المراكز. المركز الرابع هملولة على رابع المراكز لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، محمد بن سعيد بالكيلة العامري على عملية التضمير. المركز الرابع الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، سالم بن حمد بن هيان العامري. سادس المراكز في هذه اللحظة هنا تتواجد العنود ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن نايفة الهاجري. المركز السابع هنا على سابع المراكز الدرعية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، محمد بن عبد الله بن حميدان. المركز الثامن هنا التي وصلت هنا ليان لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود، هنا حمد بن راشد بن رايه. المركز التاسع الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، هنا الخطير احمد بن سلطان بن رشيد. عاشر المراكز لسمو الشيخ عبد الله بن احمد المعلى اللي هي اليافل، وناصر بن عبد الله الهاشمي. اذا مراكزنا العشرة الاولى في تحدي الكبار، في تحدي اصحاب السمو الشيوخ في مهرجان ختام الوثبة وهذه الانطلاقات. اذا نسير مع اشواط السرعة، مع اشواط التحدي، مع الاثارة، مع متعة الكبار. المقدمة هناك، الصدارة هناك، المقدمة مع شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم هنا على ظهر الذيبة تتواجد على مقدمة وعلى هرم هذا الشوط. هنا سالم بن حمد بن هيان العامري. ثاني المراكز لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوم، هنا بن ظبيان تتواجد ويتواجد مضمرها حمد بن علي العويسي. ثالث المراكز تتواجد العنود لسمو الشيخ حمدان بن محمد، العنود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هنا عبد الله بن نايفة الهاجري يقودها ويتابعها في عملية التضمير. رابعاً هنا هملولة على رابع المراكز لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، محمد بن سعيد بالكيلة العامري. المركز الخامس العنود، شعار العاصفة هنا على ظهر العنود حمد بن راشد بن غدير واثق المضمرين. المركز السابع الشايبة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، سيف بن مبارك بن غويث على سابع المراكز. ثامن المراكز هنا ليان على سابع المراكز لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود، هنا حمد بن راشد بن رايه، وتغيير على سابع المراكز من قبل الدرعيه لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، محمد بن عبد الله بن حميدان. هنا المركز التاسع اليافل لسمو الشيخ عبد الله بن احمد المعلى، ناصر بن عبد الله الهاشمي. عاشرا والتغيير
على تاسع المراكز من قبل الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، عاشر المراكز الجذابة لسمو الشيخ راشد بن حمدان المكتوم ومسري بن سالم بالعرض الحميري. يا سلام، العشرة المراكز الأولى المتقدمة في عاشر الأشواط في تحدي أصحاب السمو الشيوخ في يومنا السادس من هذا المهرجان الكبير الذي انطلق في العاشر من مارس لهذا العام عام 2011 ومهرجان ختام الوثبة. تبقى لدينا أربعة أيام، سوف يكون الختام بإذن الله تعالى في يوم 19 من مارس في أشواط السيوف، أشواط الرموز، الأشواط المرتقبة، أشواط القمم والكبار. نعود الكيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية، الكيلو متر والنصف الكيلو عن خط النهاية. العنود على الصدارة، على المقدمة، وغادرت الجموع. ما تحب الزحمة، بالنايفة سار هناك بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد، حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هنا عبد الله بن نايف الهاجري يسيطر، يباعد، يبتعد بالنايفة يا مضمرين. هناك على صدارة الشوط، يا سلام، تسير 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 في طريق مستقيم إلى خط النهاية. النقطة تريد أن تسجلها باسم هذا الشعار وبشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. افتتحت الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، وراحت العنود، راحت العنود، راحت بالناموس، طارت بالسلام، طارت بالإنجاز، طارت بنقطة هذا الشوط. شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يسير بخطى ثابتة، يسير بكل هدوء هناك على صدارة الشوط دون أي إزعاج، دون أي خطورة وأي منافسة هنا. يا سلام، ثاني المراكز، من انطلقت على ثاني المراكز أيضا بشعار العاصفة هنا مع نجدة وحمد بن راشد بن حمد بن غدير، ولكن خلوني مع العنود، خلوني مع بالنايفة، خلوني هنا مع المقدمة، مع الصدارة. إذا نعلن التهاني من هنا من الخمسمائة متر الأخيرة، نعلنها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولعبد الله بن نايف الهاجري على هذا الإنجاز، على هذا التحدي. يا سلام 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 يا دبي، سلام سلام يا دبي، سلام على فوز العنود، سلام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز العنود. أيضا التهاني لمضمر العنود والذي يقف مع العنود دائما في إنجازاته عبد الله بن نايف الهاجري. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثاني هنا، من وصلت على ثاني المراكز تصل نجدة لهجن العاصفة و حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثالث تصل الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع هجن العاصفة. المركز الخامس، إذن خامس المراكز عند اللجنة المنظمة. التوقيت الزمني في هذه اللحظات، توقيت العنود 9 دقائق و13 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمايك يعود لزميلي سعيد بن راشد العويسي.